بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالعنوان كما سمعتم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، وصاحب البيت راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع، هذا خطاب للأمة، خطاب للمسلمين، أن كل منهم حمله الله رعاية من تحت يده، فلا أحد من المسلمين يقول أنا لست راعيا لشيء، بل كل استرعاه الله على شيء تحت مسؤوليته، ولا أحد يخلو من هذا. كل إنسان فإن عليه مسؤولية. وسيسأله الله جل وعلا يوم القيامة عما استرعاه عليه في هذه الدنيا، هل قام بالرعاية كما أمره الله أو أهمل. فالمحسن في رعايته يجزيه الله جل وعلا جزاء من عنده لا يعلمه إلا هو، والمسيء في رعايته والمضيع لرعايته يجازيه الله بالعقوبة التي لا يعلمها إلا هو، لأن مقتضى السؤال يوم القيامة أنه سيترتب عليه ثواب أو عقاب. والرعايات تختلف، فمن الناس من عليه من هو مسترعى على رعية كبيرة، ومنهم من هو مسترعى على دون على ما دون ذلك. فأول شيء أن الإنسان مسترعى على نفسه، الإنسان مسترعى على نفسه أن يحفظها مما يضرها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ بالنفس، فنفسك رعية لك. قال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذي يأخذ بنفسه إلى الطاعات والخيرات هذا يكون قد زكاها، يعني طهرها، طهرها من الإثم. والذي يهمل نفسه ويعطيها ما تشتهي ويطلق لها العنان هذا قد دساها، يعني دنسها ودسها في التراب بدل أن يرفعها
ويعتني بها. والذي يهمل نفسه في المعاصي والمخالفات يكون قد ظلمها، ظلم نفسه، حيث إنه وضعها في غير موضعها اللائق، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإذا لم يحفظ نفسه ويزكيها بالطاعة وترك لها الحرية فيما تريد، فإنه قد وضعها في غير موضعها، فيكون قد ظلم نفسه. وأما الرعاية بعمومها فتشمل كل مسؤولية في هذه الحياة، كل مسؤولية في هذه الحياة فإنها رعاية. وأعظم الرعايات رعاية الإمام العام، إمام المسلمين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الإمام راع، راع على رعيته، على رعيته، في أن يحوطها بنصيحته وأن يعمل في مصالحها وأن يجنبها ما يضرها وأن يسوسها بالحق والعدل. ينفذ فيها أحكام الله، يقيم الحدود والقصاص، يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدفع عن الأمة ما يضرها من داخلها ومن خارجها، يقيم العدل بين الناس، ينصف المظلوم من الظالم. مسؤوليات الإمام عظيمة، يقوم بالجهاد في سبيل الله، ينظم الجيوش والسرايا ويديرها وينظمها، مسؤولية عظيمة. مسؤوليات الإمام كثيرة، صلاحياته كثيرة، فهو راع على الأمة، وسيسأله الله يوم القيامة عن رعيته، كل ما يحصل في الأمة من خلل أو من نقص أو من ضرر فإنه مسؤول عنه. فمسؤولية الإمام العام هي أعظم مسؤولية، وهو متحمل لمسؤولية عظيمة. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته لما اتسعت الدولة الإسلامية في المشارق والمغارب خاف رضي الله عنه على نفسه أنه لا يقوم بالمسؤولية نحو هذه الأمة المتسعة والمتفرقة، حتى قال: لو عثرت دابة في العراق لرأيت أني مسؤول عنها، لماذا لم أوسع لها الطريق؟ هذا شعور بالمسؤولية. فالأئمة، أئمة المسلمين، عليهم مسؤولية عظيمة، نسأل الله أن يعينهم على حملها وأدائها. ويجب على الرعية أن يناصحوهم وأن يتعاونوا معهم في أداء هذه المسؤولية التي هي في صالح الجميع،
صالح الراعي والرعية، وأن يجتهدوا في الدعاء لهم بالتوفيق والهداية والسداد، وأن يقوموا بالمناصحة لهم، يتعاونون معهم على وينبهوهم على ما يحصل من خلل أو من خطأ، لأنهم بشر لا يحيطون بكل شيء في بلادهم، يخفى عليهم شيء كثير، فيحتاجون إلى مستشارين، يحتاجون إلى من يبلغهم عن أمور الرعية، عن الخلل الذي يحصل، لأن المصلحة للجميع والخير يعم الجميع والضرر يعم الجميع. فلذلك صار نصب الإمام في الإسلام واجبا، لا بد من نصب إمام يقوم بهذا الأمر، كما قالوا: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فالواجب على الرعية أن تسمع وتطيع لولي الأمر في غير معصية. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق معصية الخالق. وفي غير المعصية تجب طاعتهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لما وعظ صلى الله عليه وسلم موعظة البليغة بعد صلاة الفجر، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني لولي الأمر، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمر عند حصول الاختلاف بلزوم السمع والطاعة لولي الأمر، كما أمر أيضا بلزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التمسك بها، فإن هذا ضمان للسلامة بإذن الله. فلا بد من ولي للأمر، ولا يتم لا تتم الولاية إلا بالسمع والطاعة والانقياد في غير المعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وذلك لأن المصلحة مشتركة للراعي والرعية، بل إن مصلحة الرعية أكثر، والراعي يكون عليه التعب ويكون عليه المسؤولية ويكون عليه الخطر ويكون، لكن يصبر لأنه على ثغرة عظيمة يحفظ الله به الأمة، ويحفظ به دينها وأمنها واستقرارها، فهي مسؤولية عظيمة، وهو راع ومسؤول عن رعيته. كذلك العلماء، العلماء عليه استرعاهم الله على العلم وعلى دعوة الناس على العلم، على التعليم، على الفتوى، على القضاء، على الأمر بالمعروف نهي عن المنكر. فالله استرعاهم على العلم، قال تعالى:
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فالواجب على العلماء أن يؤدوا ما استرعاهم الله عليه من حفظ العلم وتبليغه للناس وأخذ الناس به، سواء كان العالم قاضيا أو كان مفتيا أو كان داعيا إلى الله أو كان قائما على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم بعد ولي الأمر عليهم مسؤولية عظيمة، مسؤولية العلم. فالعلم ليس القصد منه أن الإنسان يتعلم بنفسه ويكون عالما وكفى، بل لا بد أن ينشر علمه، لا بد أن يوجه المسلمين نحو الطريق الصحيح. كل خطأ يقع من العوام ومن الجهال فإن العلماء مسؤولون عنه أمام الله، لأن الله استرعاهم على العلم وعلى الدعوة وعلى التعليم، على مسؤولية عظيمة. أما أنهم يسكتون ويتركون الرعية تهيم في الجهل، تهيم في الجهل وتختلط عليها الأمور، يلتبس الحق بالباطل والسنة بالبدعة، تدخل عليهم الخرافات والبدع والشرور، يكون منهم من يعبد غير الله، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يكون منهم من يستعمل نواقض من نواقض الإسلام، فلا يسع العلماء أنهم يسكتون على هذه الأمور. وإن سكتوا فإنهم مسؤولون أمام الله، لأن الله استرعاهم بالعلم وأمرهم بتبليغه وعدم كتمانه، فيجب عليهم أن يقوموا بما حملهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك أئمة المساجد والمؤذنون، هؤلاء رعاة على ما ولاهم الله عليه، فالإمام استرعاه الله على الإمامة في الصلاة، أن يراعي أحوال المأمومين وأن يتقن صلاته وصلاتهم، لأنه ضامن. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن. وقال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فالإمام راع على الإمامة، أن يقوم بها على الوجه المطلوب، أن لا يتغيب عن الصلاة، أن لا يشق على المأمومين. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة. فالإمام راع في مسجده ومسؤول، أعظم مسؤولية، مسؤول عن الصلاة، لا يشق على المأمومين، لا يتأخر عنهم ويهملهم، وإنما يكون حاضرا دائما. وإذا قدر أنه عرض له عارض يقتضي أن يتغيب، فإنه يوكل من يصلي بالناس ويختار من أحسن من يجد لينوب عنه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وكل من يؤم الناس في المدينة، وإذا مرض عليه الصلاة والسلام وكل من يصلي بالناس. فلا يليق بالإمام أنه يهمل المسجد
ويكتفي بأنه يأخذ الوظيفة أو الراتب، يحضر بعض الأيام ولا يحضر غالب الأيام، هذه خيانة للأمانة وتضييع للرعاية التي استرعاه الله عليها. كذلك عليه أن يرشد الناس إذا رأى خللاً في المصلين، رأى تكاسلاً في المصلين، ينصحهم ويعظهم ويأخذ على أيدي الكسالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد المصلين ويتفقد المتخلفين ويهددهم بأنه سيحرق عليهم بيوتهم بالنار. فالإمام مسؤول عنه، ليس الإمامة مجرد أنه يصلي الركعات ويخرج ولا ينظر إلى المأمومين، حتى أنه مسؤول عن الصفوف في الصلاة، أنه مسؤول عن الصفوف في الصلاة، أن يسويها وأن يقيمها وأن يحث، كما كان صلى الله عليه وسلم يحث على إقامة الصفوف وعلى سد الفرج وعلى الاعتدال في الصفوف، مسؤولية عظيمة استرعاه الله عليها. فالإمامة في المسجد مسؤولية عظيمة، وكذلك المؤذن استرعاه الله على الأذان والوقت، وهو مؤتمن، المؤذن مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مؤتمن على الوقت، فلا يتأخر عن الأذان، يؤخر الأذان عن أول الوقت أو يتقدم ويأذن قبل الوقت، عليه أن يراعي الوقت، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، فيؤذن عند دخول الوقت ولا يتأخر ولا يتقدم. سيصلي الناس على أذانه، سيصلون على أذانه، ربما إذا بكر بالأذان قبل الوقت صلوا في خارج الوقت بسببه، وكذلك إذا تأخر عن الأذان في أول الوقت الناس يتأخرون في الحضور، تأخرون في الحضور وربما تفوتهم صلاة الجماعة بسببه. فعلى المؤذن أن يشعر بمسؤوليته، قد استرعاه الله على هذا العمل. والأذان فيه فضيلة عظيمة لمن قام به، قال صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. والمؤذن يشهد له كل من سمع صوته يوم القيامة، يشهد له كل من سمع صوته. وفي قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالوا إنه المؤذن، في تفسير الآية أنهم المؤذنون، لأنهم يدعون إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فالمؤذن مؤتمن. كذلكم ممن استرعى الله المدرسون في المدارس، المدرسون في المساجد، المدرسون في حلق القرآن، تحفيظ القرآن، هذه رعاية استرعاهم الله عليها، يجب عليهم أن يقوموا بالتدريس على أحسن ما يرام، وأن يتقنوا تعليم القرآن وتعليم العلم، ولا يتكاسلوا أو يهملوا أو يتسامحوا مع من يتكاسل أو يفرط من الطلاب، لأنهم رعية استرعاهم الله عليها، استحفظهم عليها. ولا يحابي مع أحد من الطلاب أو يظلم أحدا من الطلاب، بل يلزم العدل بين الطلاب، فإنه مسؤول عنهم يوم القيامة. هذا عمل جليل، وهذه رعية تحت يده، وهو مرب، هو مرب للطلاب والشباب، فيكون عنده شعور بهذه المسؤولية. وكذلك مدير الدائرة الوظيفية في المكاتب، المدير مسؤول عن منسوب الدائرة التي هو رئيس عليها،
فعليه أن يقوم بالرعاية للدائرة التي ولي عليها مع الموظفين الذين يعملون تحت يده، يلزم العدل بينهم ويلاحظ من عليه خلل ويشجع من يقوم بالعمل على الوجه المطلوب، ويراعي الدوام أيضا، ما يتسامح مع أحد تأخر عن الدوام أو يعطي إجازات لا يسمح بها النظام، هو مسؤول عن هذا لأنه راعي على هذا العمل، استرعاه الله على هذا العمل ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. وكذلك صاحب البيت مسؤول عن أهل البيت الذين يسكنون فيه، هو راع على بيته، مسؤول عن رعيته في أن يطهر بيته من وسائل الشر ووسائل تدمير الأخلاق من الفضائيات والإنترنت وما جد في هذا الوقت من الأمور والوسائل التي تجلب الشر، لا يدخلها إلى بيته لتفسد من فيه، تغير أفكارهم، تغير سلوكهم، يتلقنون منها مبادئ الشر والظلم والعدوان، فإنها غالب هذه الوسائل الإعلامية غالبها شر، فعليه أن يتحفظ وأن يتعاهد بيته وأن يعمر بيته بالذكر والطاعة ويشغل أهل بيته بطاعة الله والذكر، أو على الأقل أن يسلموا من الشر، أن يسلموا من الشر لأنه مسؤول عما يدخل هذا البيت. وكذلك يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بالصلاة، قال جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فيأمر أهل بيته بالصلاة ويمنعهم من المخالفات التي تضر بهم عاجلا وآجلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم، أول شيء نفسك، ثانيا تقي أهلك من الضرر العاجل والآجل كما تقي نفسك، هذه رعاية استرعاك الله عليها وعلى من في بيتك أن تجعله بيتا مسلما، أن تجعل بيتك بيتا مسلما يسمع منه ذكر الله، يخرج منه أهله إلى الصلاة ولا يسمع فيه إلا الخير، أنت مسؤول عن هذا البيت ومن فيه قلوا أو كثروا. والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ولي الأمر والسلطان لا يدري عما في بيتك ولا الناس يدرون عما في بيتك، أنت المسؤول عنه وما يدور فيه، فعليك أن عليك أن تهتم بهذه المسؤولية العظيمة، أمور البيوت. وأنتم تعلمون الآن ما تعج به كثير من البيوت من الشرور والمخالفات، وأنها تؤوي الكسالى والذين لا يحضرون الصلاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، تأمره بالصلاة وهو بن سبع، وتعلمه الطهارة
ويتربى على العبادة، فكيف بالذي يبلغ العشرين والثلاثين من العمر وتتركه في بيتك لا يصلي ولا يخرج للمسجد؟ المسؤولية عظيمة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أنت مسؤول عنهم في الصلاة ومسؤول عنهم في مضاجعهم لئلا يناموا جميعا وهم أبناء العشر، لأنهم بلغوا سن المراهقة وربما يحصل فتنة من بعضهم لبعض. ففرق بينهم في المضاجع، تراعيهم حتى في مراقدهم ووقت نومهم. فأنت مسؤول عن أهل بيتك، ما فيه من النساء، ما فيه من الذرية، ما فيه من الضيوف، أنت مسؤول عن كل ما هو داخل بيتك. والناس لا يعلمون ما بداخل بيتك، حتى ولي الأمر ما يدري أما في داخل بيتك، لا يدري إلا أنت. فأنت المسؤول أمام الله عز وجل عن هذا البيت. ثم إن الأم تتعاون مع الأب على تربية الأولاد، لا يكون الأب يبني والأم تهدم، لا بد أن يتضافروا ويتعاونوا على تربية الأولاد، والأم خصوصا ما يتعلق بالبنات، تربيتهن على الستر، على الحشمة، على المحافظة على الصلاة. الأم عليها مسؤولية لأنها أدرى بأعمال النساء وبأعمال البنات، أدرى من الأب، فهي عليها مسؤولية نحو بناتها. ونحن نشاهد مع الأسف بنات لبعض المسلمين يظهرن بمظاهر لا تليق بالمسلمين، بمظاهر تشبه بنات الغرب ونساء الغرب بسبب إهمال الأم، أو ربما أن الأم هي التي تعود البنات على هذه المظاهر السيئة في شعورهن، في تكشفهن، في ملابسهن، يلبسن ملابس غير محتشمة، تعود البنت على هذا العمل السيء. فالأم مسؤولة، عليها مسؤولية نحو الأبناء، تشارك. فالأب عليه مسؤولية أكثر من ناحية الذكور، والأم عليها مسؤولية أكثر من ناحية البنات والإناث، وكل منهم يتعاونون على هذا الأمر. وكذلك المرأة راعية في مال زوجها، لأنه يغيب والبيت فيه أموال وفيه أثاث وفيه طعام وشراب وفيه، فمن المسؤول عنه وحفظه؟ المسؤول عنه المرأة، راعية في بيت زوجها، وما فيه من المال وما فيه من الأثاث وما فيه من الطعام والشراب وما فيه من الملابس وما فيه من المصالح. الأم لأنها مقيمة في البيت هي المسؤولة عما بداخله، راعية في مال زوجها، مسؤولة عن رعيتها. فالمسؤولية أيها الإخوة عامة، والرعاية عامة. وكذلك من الرعاية التي يسترعي عليها الله جل وعلا الناس الأمانات والودائع. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يراعونها ويحفظونها. والأمانة لا تقتصر على الوديعة، كما يظن بعض الناس أن الأمانة أنك تودع عند شخص شيء من المال أو من الطعام أو الشراب. أو الأمانة عامة فيما بين العبد وبين ربه بعبادة الله عز وجل
إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة المراد بها أمانة التكاليف، أمانة التكاليف، الأمر والنهي والواجبات وترك المحرمات، فهذه هي الأمانة التي تحملها الإنسان، وأبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأخفنا أشفقنا منها، والإنسان تحملها بما فيها من المسؤولية وما فيها من الرعاية، إنه كان ظلوما جهولا. فما بينك وبين الله من أداء الصلوات الخمس والفرائض في إخلاص التوحيد لله عز وجل في حسن المعاملة، هذه أمانة. كذلك من الأمانة التي يجب عليك حفظها الأسرار، الأسرار التي تودع عندك وتوصى بحفظها، لا تفشها ولا تظهرها، بل اكتمها واحفظها لصاحبها. وكذلك من الأمانة البيع والشراء والمعاملات، الناس يتمنوك يشرون منك، وإذا قلت لهم هذا السعر كذا أخذوه يصدقونك، هذه أمانة عليك أنك تصدق ولا ترفع القيمة غير حقيقية لأجل أن تغرر بالناس وتخدع الناس. لا تجحد ما في السلعة من عيوب، بل بين ما فيها، لأن هذه أمانة. وعدم النصح في المعاملة هذا من الخيانة. الله استرعاك على هذا الشيء، على بيعك وعلى شرائك وعلى معاملاتك، استرعاك على هذه على هذا الشيء. ومن الأمانات أيضا الودائع، الودائع المالية التي تودع عند الإنسان يحفظها. قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الله جل وعلا قال: يا أيها الله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة أنواع كثيرة، وهي من الرعاية التي استرعاك الله عليها، فعليك أن تكون راعيا لأمانتك حتى تؤديها نحو الله ونحو الخلق، لا تخن في شيء من ذلك. إذن لا يظن أحد من الناس أنه ليس مسترعا وليس عليه رعاية، بل كل عليه رعاية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع، هذا خطاب للجميع، لكن الرعايات تختلف، منها ما هو كثير ومنها ما هو قليل، ومنها ما هو عام ومنها ما هو خاص، ولا أحد يسلم من الرعاية حسب ما حمله الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث عظيم جامع، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل فقال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، وصاحب البيت راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فكلكم راع. أكد ذلك في أول الحديث وفي آخره: فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلنتق الله ولنستعن بالله ولنعلم ما حملنا، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ما حملنا، وأن نقوم بما أوجب الله علينا، فإن الأمر عظيم والمسؤولية عظيمة،
ولكن مع إعانة الله وتوفيقه فإنها تسهل بإذن الله. ونسأل الله أن يمدنا وإياكم بنصره وعونه وتوفيقه، ونسأله سبحانه أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يولي على المسلمين خيارهم، ويكفيهم شر شرارهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم المتربصين بهم، أن ينصر دينه ويعلي كلمته وينصر أولياءه ويخذل أعداءه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزى الله شيخنا خير الجزاء على محاضرته التي بيّن فيها أهمية المسؤولية والعناية بها، وأن كل مسلم ومسلمة عليهم مسؤوليات يجب أن يقوموا بها، ولا تبرأ الذمم إلا بالقيام بها. وهنا مجموعة كبيرة من الأسئلة في مختلف الموضوعات، سنقدم إن شاء الله تعالى كالعادة ما يختص منها بالمحاضرة، ثم إن بقي وقت قرأنا إن شاء الله تعالى شيئاً من الأسئلة التي يحتاجها الناس، ونعتذر لجميع الإخوة والأخوات الذين لم تعرض أسئلتهم، فالعبرة بأهمية السؤال وكونه يخص أكثر الناس. فضيلة الشيخ، إني امرؤ آمر أهلي بالصلاة، بصلاة الفريضة، وأشدد عليهم في هذا الأمر، يقول: لكن بعض الأحيان أجد ابني نائم ويقصر، وبعضهم يكذب علي بعض الأحيان خوفا من الضرب، يقول: وأنا أرى نفسي مقصرا في ذلك، خصوصا في قيام الليل وحفظ القرآن، هل ترون أني أديت الأمانة يا شيخ بأمر أبنائي بالصلاة والتشديد عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الوالد متحمل مسؤولية عظيمة نحو أولاده وأهل بيته، فعليه أن يقوم بما حمله الله وأن يصبر، لا بد من الصبر، ولا يكفي أنك توقظهم فإذا استيقظوا وتكلموا تروح تذهب وتخليهم، لا بد أن يقوموا وأنت عندهم، يقوموا للوضوء وللصلاة، ويستصحبهم للمسجد معك، اصبر على هذا مرة مرتين ثم يعتادون هذا الشيء. أما إذا اعتادوا منك التراخي، واعتادوا منك عدم الحرص، وتكتفي بأنك توقظهم فقط، فإنهم سينشأون على الكسل وعلى الكذب وعلى ما ذكرت إن أنهم يتأخرون بعدك، فاصبر عليهم، وبإذن الله مرة مرتين يتعودون ويعرفون الجد منك. المهم أنهم يعرفون منك الجد، إذا عرفوا منك الجد والحزم انحزموا، إذا عرفوا منك التساهل والتراخي تكاسلوا وتراخوا، فعليك بالصبر والاحتساب. وأما قضية صلاة الليل وصيام التطوع فهذا فيه خير كثير، ولا تحرم نفسك من قيام الليل ولو قليلاً، ويكون في آخر الليل وتختمه بالوتر، لا تحرم نفسك من هذا. وكذلك الصيام المستحب، صوم يوم الاثنين والخميس كل أسبوع، 3 أيام من كل شهر، الأيام التي يستحب صيامها كعشر ذي الحجة، وصوم شهر المحرم وآكده 9 والـ10، وما زاد من الصيام فزيادة خير. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: والدتي في عقلها شيء، ولا تصلي ولا تعرف شيئا، يقول: وتستلم مبلغا شهريا من الضمان الاجتماعي، ولا تحسن
ولا تحسن التصرف في هذا المال. يقول: وأنا آخذ هذا المال، فهل يجوز لي أن أتصرف في هذا المال وأصرفه في مصارف الخير وهي لا تدري؟ إذا كانت في عقلها خلل ولا تتصور الأشياء على المطلوب، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن تأمرونها بالصلاة وتصلي على حسب استطاعتها وما يحضرها. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنتم تأمرونها بالصلاة وتخبرونها بدخول الوقت وتأمرونها بالوضوء، وإذا حصل منها نسيان أو حصل منها غفلة لنقص عقلها فإنها لا تؤاخذ. وأما المال الذي يصرف لها من الضمان الاجتماعي وهي لا تحسن التصرف فيه، فأنت تحفظه لا تتصدق منه، هذا أمانة عندك تحفظه لها ولمصالحها وحوائجها، تحفظه لها ولحوائجها ومصالحها. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تسأل تقول: ما هي الحالات التي يجب على المرأة الغسل فيها؟ يجب الغسل على المرأة من الحيض ومن النفاس ومن الجنابة، هذا الذي الحدث الأكبر، تغتسل من الحدث الأكبر: الحيض، النفاس، الجنابة. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: أنا إمام مسجد وقد وكلت أحد الحفاظ للقرآن الكريم في المسجد أثناء سفري، ولكنه رفض أخذ المكافأة، هل آخذ المكافأة وأضعها في المسجد أم أضعها في يد عامل النظافة، أم ماذا أصنع بها؟ إذا سافرت لغرض صحيح فالمكافأة لك، لأنك أنت إمام المسجد ومسموح لك بالسفر لأجل الضرورة أو لأجل الحاجة الملحة، فالراتب لك. وإذا أردت أن تتصدق منها وتتبرع منه فهذا راجع إليك، لكن هو حق لك لأنك لم تترك الإمامة تكاسلا أو عدم مبالاة، وإنما تركتها لعارض وعذر، وقد أنبت من يقوم عنك. الحمد لله، إن قبل يأخذ شيئا من المكافأة فله ذلك، وإن لم يقبل فالمكافأة لك، تصرف فيها أنت. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا كذلك إمام مسجد يقول: أنا إمام جامع وأعتمد غالبا في خطب الجمعة على الخطب الجاهزة من كتب الخطب، فهل أكون مخلا بالأمانة في هذا الباب؟ إذا كانت الخطب التي تعتمد عليها خطبا جيدة ومفيدة ومناسبة فلا بأس، الحمد لله حصل المطلوب. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: هل من التفريق في المضاجع بين الإناث البالغات إذا نمن في حجرة واحدة؟ نعم، الحديث عام، التفريق بين الذكور وبين الإناث وبين الذكور والإناث، فرق بينهم في المضاجع. نعم. والحجرة الواحدة ما في بس، إنما الكلام في الفراش، ما يكونون في فراش أو لحاف واحد، أما كونهم في حجرة واحدة وكل يرقد وحده لا بأس بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: هل إذا بلغ الإنسان أهله ونصحهم تبرأ ذمته، أم لا بد أن يقصرهم على فعل الطاعة؟ لا بد، ما يكفي أنه يأمرهم، لا بد أنه يلزمهم، يأمرهم ويلزمهم ويؤدب من يقصر في الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: واضربوهم، اضربوهم عليها لعشر.
ما يكفي الأمر، الأمر إنما يكفي للمميز اللي بلغ 7 سنين، هذا يؤمر مجرد أمر ولا يضرب. أما من بلغ 10 فإنه يؤمر، فإذا تأخر وتكاسل فإنه يضرب على ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: أذهب إلى صلاة الفجر في وقتها ولا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود إلى البيت فأوقظ زوجتي للصلاة، فهل علي شيء في ذلك؟ نعم، الأفضل أنك توقظهم من أول ما يؤذن المؤذن، الأفضل أنك توقظهم أول ما يؤذن المؤذن ليصلوا الصلاة في أول وقتها ويدركوا الفضيلة، ولا تتركهم إلى أن ترجع، مع أنه ينبغي أن تقوم أنت قبل الأذان وتصلي من آخر الليل وتوقظهم ليصلوا ويوتروا معك، هذا أكمل وأحسن. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: في هذا الزمن عندما يولد المولود ويكون فيه بعض العيوب، كان يكون هناك ثقب في قلبه أو عينه أو كذا، يقولون إنه مصاب بعيوب خلقية، فهل هذه الكلمة صحيحة؟ نعم، لا بس خلقية يعني خلقه الله كذا، خلقه الله كذا، فيه نقص في خلقته، والله جل وعلا على كل شيء قدير، ويجري هذا من باب الابتلاء والامتحان، يجري هذا في بعض المخلوقين، يجعل فيه شيء من النقص من باب الامتحان والابتلاء لوالديه، فهذا بقضاء الله وقدره، وهو خلق الله وفيه نقص خلقي، لا بأس بذلك بالتعبير هذا. نعم، يعني النقص قد يكون خلقي في الجسم، وقد يكون النقص معنوي في الاستقامة وفي المروءة. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: والدتي لها أو تأخذ مبلغا من الضمان الاجتماعي، وقد اضطررت مرة لأخذ مبلغ 100 ريال دون علمها مع نية إرجاعه، وقد أرجعته دون أن تعلم، فهل علي شيء؟ ما دام أنك أرجعته الحمد لله ليس عليك شيء إن شاء الله، ولكن كان المناسب أنك تستأذنها. نعم. وتسأل كذلك تقول: عمتي أخت أبي، هل يجوز لها أن تكشف أمام زوجي؟ لا، عمة الزوجة لا تكشف لزوجها لأنها أجنبية منه، إنما التي تكشف لزوجها هي أمها أو جدتها، أمها أو جدتها، أما عمتها أو خالتها أو أختها فهي أجنبية. نعم. جزاكم الله خيرا. وتسأل تقول: أنا أم لأطفال، وكذلك بنتها من غيره، تكشف له بنتها من غيره لأنها ربيبة. نعم. تقول: أنا أم لأطفال وأحيانا أكون محتاجة، وزوجي رجل شديد، فهل يجوز لي أن آخذ من ماله دون علمه لأسد حاجيات أبنائي؟ هذا السؤال ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم: أفآخذ من ماله؟ قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف من غير زيادة. فإذا كانوا محتاجين حاجة لا بد منها فإنها تأخذ من ماله، لأنها إنما أخذت شيئا واجبا عليه هو، أخذت شيئا واجبا عليه هو، وهو كفاية زوجته وأولاده، ولم تظلمه في هذا. نعم، وليس في هذا خيانة، إنما هذا أخذ بحقها وحق أولادها. نعم.
جزاكم الله خيرا، وتقول: جاءتني منحة أرض باسم والدي، وقد توفي والدي وأنا بنته الوحيدة، وله زوجة وهي أمي، وأخته كذلك موجودة، فكيف نقسم هذه التركة؟ والله الميت لازم يتراجع المحكمة لإخراج صك حصر ورثة، لازم تراجع المحكمة لإثبات حصر الورثة الذين هم من أقارب الميت، حتى تقسم التركة على موجب الصك الشرعي. نعم، لأنه قد يكون هناك ورثة لم يذكروا أو عصبة لم يذكروا. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا شاب يقول: أعيش لوحدي ووالدي تزوج من امرأة غير أمي، وقد ألزمته زوجته أن يضع الدش في بيته، ونصحته مرارا ولكنه رفض، ولا يلتفت إلى ما أقول له، قال حتى أنه طردني من البيت، فماذا أصنع؟ أنت أديت الواجب لما نصحته وبينت له ولم يقبل، فأنت أديت الواجب، ولكن إذا كنت في البيت فلا تجلس عند هذه الفضائية، لا تجلس عندها، اعتزل في حجرة أخرى أو مكان آخر، وإن كنت تستطيع أنك تنعزل عن البيت وتسكن وحدك فإنه يلزمك هذا، أنك تبعد عن مواطن الشر. فإن كان ما تستطيع أنك تستقل ببيت وسكن من مالك، تبقى في بيت والدك، لكن تكون في غرفة بعيدة عن الشر. أما إذا كنت تستطيع الانعزال والسكنة خارجا عن والدك فيلزمك هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: أنا أكبر إخواني وتوفي والدي، وأسكن بعيدا عن إخواني مع زوجتي، فهل يجب علي أن أكون راع لإخواني وإخوتي بعد وفاة أبي لكوني أكبرهم؟ نعم، إذا كانوا صغارا وأنت الكبير البالغ فإنك تقوم عليهم وتتولى شؤونهم، تأخذ بهذا تفويضا من المحكمة الشرعية، تتولاهم من ناحية دينهم وتربيتهم، وتتولى أيضا أموالهم تحافظ عليها لهم. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: ما حكم إطالة الأظافر للمرأة؟ لا تجوز إطالة الأظافر لا للمرأة ولا للرجل، ومن خصال الفطرة وسنن الأنبياء تقليم الأظافر، ولا يتشبه الإنسان بالحيوان كالكلاب والحيوانات والقطط التي لها أظفار، الإنسان كرمه الله عن ذلك، فلا يتشبه بالحيوانات والسباع. هذا ناحية. الناحية الثانية أن الأظفار إذا طالت يتلبد تحتها الوسخ، وربما تضر بالصحة، ربما أنها تضر بالصحة، وأيضا ربما يكون تحتها نجاسة، ربما يدخل تحت الأظفار نجاسة، وكذلك الجنابة وحدث الأكبر من الحيض والنفاس، لا بد أن الماء يعمم على الأصابع وعلى الجسم، فإذا كان الظفر طويل ويحجب الماء فالذي تحته لا يصل إليه الماء فلا تتم الطهارة. فتطويل الأظافر لا يجوز، حرام من عدة نواحي. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: والدتي تعاني من هشاشة العظام، فهل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة أو تصلي على كرسي؟ حسب الاستطاعة، إذا كانت لا تستطيع القيام فإنها تصلي جالسة، إما على كرسي وإما على الأرض تصلي جالسة. قال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع
فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم يستطع فمستلقيا ورجلاه إلى القبلة. هذا على حسب الاستطاعة، سواء جلس على كرسي أو جلس على الأرض. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: أبنائي وبناتي أنفق عليهم وأعطيهم مصروفا لدراستهم، إلا أن لي ابنتان في الجامعة تستلمان مكافآت تكفيهم كمصروف، فهل يجوز أن أكتفي بذلك ولا أعطيهما مصروفا كبقية إخوتهن؟ نعم، إذا كان الأبناء ليس لهم مكافآت فإنك تعطيهم حاجتهم، تعطيهم حاجتهم، والبنات إذا كان لهن مكافآت تكفي لحوائجهن فلا تعطيهن شيئا، لأنهن مستغنيات. هذا من النفقة، هذا من النفقة، فالذي ليس له مكافأة تنفق عليه، والذي له مكافأة تكفيه هذا قد استغنى. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أو تقول: يا شيخ، نحن أخوات ولنا أخ من الرضاعة يمر علينا بين فترة وأخرى ويسلم علينا بالمصافحة وبالتقبيل، فهل يجوز هذا؟ إذا كانت الرضاعة ثابتة ومستوفية للشروط فإنه أخ لكن، والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فهو محرم لكن، محرم لكن، ولا ويسلم عليكن وتكشفن له وجوهكن. وأما التقبيل فيكون على الرأس، لا يقبل على الوجه أو على الخد أو على الفم، وإنما يقبلكن على الرأس. نعم. هذا يقول: أنا إمام لزملائي في العمل، وعملي يبعد عن بيتي 150 كيلا، وإذا صليت بهم فإني أقصر في الصلاة، وهم أو بعضهم ينزعج من هذا، فما توجيهكم؟ أعيد السؤال. يقول: إنه إمام لزملائه في العمل، وعمله يبعد عن بيته 150 كيلا، يقول: وإذا أميت زملائي وقصرت الصلاة بعضهم يتضايق من قصرها، من قصر الصلاة، لأنهم يتمون. نعم، هو يرجع في يومه، يعني هو يرجع إلى بيته في يومه. نعم. نعم، له القصر، وينبههم قبل أن يصلي، ينبههم، يقول: أنا سأقصر الصلاة لأني مسافر، وأنتم أتموا لأنفسكم بعدما أسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه في حجة الوداع لما صلى في المسجد الحرام ومعه المكي وغير المكي، قال: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم فإن قوم سفر، فتنبههم على هذا، ولا حرج في هذا، ولا ليس فيه غرابة، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. نتوقف الأذان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: شخص سافر من جدة إلى الرياض ثم عاد في نفس اليوم وحضر صلاة الظهر في مطار الرياض فقصر وجمع الظهر مع العصر علما بأنه سوف يأتي إلى جدة قبل صلاة العصر، فهل فعله هذا صحيح؟ نعم، فعله هذا صحيح، لأنه مسافر وله أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، وقد جمع جمع التقديم الحمد لله، صلاته صحيحة إن شاء الله، ولو كان يصل إلى جدة قبل العصر، لأنه يعني جمع الصلاة مع الظهر وهو مسافر، وقت الجمع هو مسافر. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: إنه منتدب إلى جدة لمدة 2 شهر ويريد أن يؤدي العمرة، فهل يحرم من جدة أم يعود إلى ميقاته الذي جاء منه؟ إن كان يوم يأتي من بلده
ناويا العمرة، جاء للعمل وناويا العمرة، فلا بد أن يرجع إلى الميقات الذي تعداه ويحرم منه. أما إذا كان ما نوى عمرة في وصوله إلى جدة، ما نوى عمرة، جاي العمل فقط، لكن بداله أن يعتمل يحرم من الميقات، من المكان الذي نوى منه، يحرم من جدة، من مكان نيته، من مكان النية. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يسأل عما وقع في حج العام الماضي من تأخر بعض الحجاج عندما دفعوا من عرفات إلى المزدلفة ولم يصلوها إلا بعد نصف الليل، وبعضهم وصل قبيل الفجر، فهل عليهم شيء؟ ليس عليهم شيء، لأنهم ما تركوا المبيت لمزدلفة باختيارهم، وإنما لأن الطريق السير منعهم فتأخروا من أجل ذلك فهم معذورون. والذي أدركوه من الليل في مزدلفة يكفي، إذا جاءوا آخر الليل وصلوا الفجر في مزدلفة هذا يكفي والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن منكرات بعض الأعراس من ملابس النساء ومن موسيقى وغير ذلك وتأخر في الانصراف، يقول فما توجيهكم لولاة الأمور أو لولاة الأمور أمور النساء في مثل هذه الأمور؟ هذا لا شك أنه أمر مخيف ما يجري في الاستراحات وفي قصور الأفراح بمناسبات الزواج أو العزائم اللي يجتمعون لها والدعوات اللي يجتمعون لها. لو كان الأمر يقتصر على أنهم يحضرون ويأكلون الطعام ويتحدثون بعضهم مع بعض ثم ينصرفون إلى بيوتهم فلا بأس بذلك، أما أن يصحب هذا منكرات في النساء أو منكرات عند الرجال فهذا أمر لا يجوز السكوت عنه ولا إقراره. والذي يعلم أنه يحصل في هذه الاحتفالات منكرات لا يجوز له أن يأذن لنسائه أو أولاده الذهاب إلى هذه الاحتفالات التي فيها منكرات، لأنه مسؤول عنهم وهو راع عليهم ومسؤول عن رعيته. فالواجب على الجميع أن يتوبوا إلى الله عن هذه الأعمال وأن يطهروا هذه الاستراحات وهذه القصور من المنكرات، وأن يقتصروا على ما أحل الله سبحانه وتعالى، لأنهم مسلمون والواجب عليهم شكر النعمة، وهذه الأمور التي تجري فيها كفر للنعمة وفيها تعرض للغضب الله وتعرض للعقوبات العاجلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعلى المسلمين أن يكفوا عن هذه الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول في بعض المساجد مساند يستند إليها المصلون الذين يجلسون في الصف الأول، وبعض الأئمة يستغل هذه المساند فيجعل في ظهرها رفوفا يضع عليها المصاحف، فيكون من يجلس في الصف الأول قد جعل المصحف وراء ظهره، فهل في هذا إهانة للمصحف؟ لا، إذا كان بين ظهره وبين المصحف جدار يفصل بين ظهره وبين المصحف جدار والمصحف من وراء الجدار فليس في هذا الشيء. نعم. هذا سائل يقول ما هي السلفية الحقة؟ السلفية الحقة ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال صلى الله عليه وسلم
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا شك أن السلفية الصحيحة هي التي تنطبق عليها هذه الأحاديث الشريفة، أن يكون المسلم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما عليه المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: ما حكم الإتيان بالطفل إذا كان دون السابعة إلى المسجد؟ لا فائدة من الإتيان به إلا إذا كان يخاف عليه، إذا كان يخاف عليه لو تركه يجيبه معه، لكن يلتزم بأن لا يحصل منه ضرر على المسجد ولا على المصلين، يلتزم بهذا ويحفظ الطفل أنه يحصل منه ضرر على المسجد من وسخ أو نجاسة، أو على المصلين بأصوات أو شيء يشوش عليهم. فإذا كان يخاف عليه وإذا جاء به يضبطه فلا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: لديه أبناء وبنات في مدارس تحفيظ القرآن يحصلون على مكافآت، هل يحق للوالدين أن يتصرفا في هذا المال أو أن يحفظ للصغار؟ هذا من صلاحيات الأب، الأب له أن يأخذ من مكافآتهم، وإذا أخذ وجعله في مصالحهم وأنفقه عليهم فهذا أحسن. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أين هي هذه الطائفة؟ الله أعلم. الطائفة هي التي تتمسك بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، التي أخبر عنها بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن اتصف بهذه الصفة فهو الطائفة المنصورة في أي مكان، ما له مكان معين، في أي مكان من الأرض. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول أو يسأل عن بر الوالدين، يقول: هل زوجة الوالد تدخل في هذا البر؟ لا، ما ليست والدة، وإنما هي محرم من المحارم. وإذا أكرمتها لأجل والدك ولأجل الإحسان إليها هذا من باب الإحسان، ما هم من باب الواجب ولا من باب البر، وإنما هو من باب الإحسان والبر بوالدك. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: روي عن مجاهد جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش مع ربه عز وجل، وأن ذلك هو المقام المحمود، فهل هذا صحيح؟ هذا ورد، نعم هذا ورد، وصححه بعض الأئمة، ولا مانع من ذلك، المهم أنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول: هل يجب على المتصدرين للدعوة الاهتمام بربط الشباب بالعلماء الممثلين في هيئة كبار العلماء؟ نعم، الواجب على الدعاة أنهم يحثون الشباب على الارتباط بالعلماء من هيئة كبار العلماء وغيرهم ممن عندهم علم وعندهم تقوى لله عز وجل، ولو لم يكونوا من كبار العلماء، إذا كانوا عندهم علم وعندهم تقوى وخشية لله ويستفاد منهم، فالدعاة يحثونهم على الارتباط بالعلماء المستقيمين على طاعة الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن الجهاد ويقول هكذا: إنه يرى أن بعض العلماء لا يتكلم عن الجهاد، فهل في هذا تقصير؟ الجهاد هذا أمر واجب إذا استطاع المسلمون، إذا استطاع المسلمون الجهاد وجب عليهم أن يجاهدوا، أما إذا لم يستطيعوا الجهاد فإنه لا يجب عليهم حتى يستطيعوا. ولهذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة
13 سنة ولم يؤمر بالجهاد، وإنما يؤمر بالدعوة والصبر، ولم يؤمر بالجهاد إلا بعدما هاجر إلى المدينة وصار عند المسلمين قوة واستطاعة للجهاد. أما ما دام المسلمون لا يستطيعون الجهاد إنه لا يجب عليهم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا من ناحية. الناحية الثانية يا أخ أن الجهاد من صلاحيات ولي الأمر، من صلاحيات ولي الأمر، هو الذي يقوم به ويأمر به وينظمه ويتولاه أو يوكل من يقوم عليه، فهو من صلاحية ولي الأمر، ما هو بالمسألة فوضى كل يحمل السلاح ويقول أنا أجاهد في سبيل الله بدون نظام وبدون ارتباط بولي الأمر وبدون أيضا استسماح من الوالدين وأخذ رضا الوالدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحي والداك؟ قال لرجل جاء يريد أن يغزو، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فإذا كان ولي الأمر أمر بالجهاد ونظم الجهاد وأنت عندك استطاعة أنك تنظم للغزو، لابد أنك تستأذن والديك أيضا. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذه امرأة تريد الرد ضروري وتسأل عن الطلاق، وقضايا الطلاق هذه تحال إلى سماحة المفتي، لذلك نرجو من الأخت أن تأتي إلى مركز الدعوة والإرشاد إلى مكتب الطلاق وتعرض مشكلتها. الحمد لله كفيتنا إياها، الله يعافيك. نعم. هذا سائل يقول: أنا يمني مقيم في جدة وذاهب إلى اليمن لغرض الزيارة والعمل وأنوي البقاء هناك. أنا يقول أنا يقول أنا يمني في مقيم في جدة. نعم. وذاهب إلى اليمن لغرض الزيارة والعمل وأنوي البقاء هناك قرابة شهر، فهل أقصر الصلاة أم أتمها؟ يا أخي، إذا ذهبت إلى بلدك فإنك ينتهي السفر، إذا وصلت إلى بلدك ينتهي السفر، إنما السفر فيما بين البلد وبين الرياض ذهابا وإيابا. أما إقامتك في الرياض للعمل أو إقامتك عند أهلك في اليمن فإنك لست مسافرا لا في اليمن ولا في الرياض، إنما تكون مسافرا في الطريق ذهابا وإيابا. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: أرجو قراءة هذا السؤال لكي لا أتقدم خطوة إلا وأنا أعلم الحكم الشرعي، فقد جلست قبل شهرين مع أحد المشايخ وسألته عن حكم الجهاد فقال لي: واجب لمن استطاع إليه ولم يمنعه شيء. يقول: وقبل أسبوع جلست إلى أحدهم فقال لي: اتبع أمر كبيركم وأعلمكم، فبماذا تجيبون جزاكم الله خيرا؟ هذا أجبنا عنه قريبا، هذا السؤال أجبنا عنه قريبا منذ دقيقة أو دقيقتين، وأن هذا من صلاحيات ولي الأمر أن تحت رعيه وتحت ولي أمر، فلا يجب عليك جهاد إلا إذا نظم الجهاد وقاده ولي الأمر وأمر به ووافق والداك على ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: ما يحدث الآن بين المسلمين من خلاف حول الجهاد، هل هو مثل الخلاف الذي حدث بين الصحابة؟ نحن لا تكررون علينا السؤال هذا، أجبنا عنه وانتهى. الجهاد ما فيه جهاد إلا بتنظيم من ولي الأمر واستعداد، وأنت تبع ولاية وتبع ولي أمر، لازم تتقيد بما عليه المسلمون تحت ولي أمرهم. فإذا أمر بالجهاد فمن عنده استطاعة يتقدم ويكتب في الجهاد، لازم من تنظيم، ما هو المسألة يأخذ سلاحه ويمشي، لازم من تنظيم، يروح ويكتب اسمه مع المجاهدين ويدون وينظم
ويحط تحت راية مسلمة أما فوضى كذا هذا ما يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. الذي دعاني لقراءتها أن هناك مجموعة كبيرة من الأسئلة جاءت حول هذه الموضوعات، ونرغب من فضيلتكم أن تبينوا الحكم الشرعي للشباب. بيناه وكررناه والحمد لله، والذي يريد الحق الحق بين، أما الذي يريد أن يغالط ويريد أنه هو يفتي من عنده نحن ما نستطيع أن نرد الناس. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل عن أمر يتعلق بولي الأمر، يقول: إذا رأيت ظلما من ولي الأمر فهل يجوز لي أن أدعو عليه؟ لا يجوز لك أن تدعو عليه، لأن الواجب أنك ترفع تظلم، الواجب أنك ترفع تظلم للجهات المختصة. والحمد لله الآن ديوان المظالم مفتوح، ووزارة العدل مفتوحة وتتقبل الاعتراضات، فبإمكانك أنك تتقدم الولي الأمر بالشكوى وتذكر المظلمة التي حصلت عليك إن كانت من ولي الأمر. أما إن كانت في حكم حكم عليك به فهناك جهات تنظر في الأحكام، هناك جهات تنظر في الأحكام وترفع ما فيها من خطأ أو من خلل. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يسأل يقول: إنه منذ شهر أصيب بشيء، فعندما يدخل يتوضأ بعد أن يقضي حاجته يحس بنقطة ماء تنزل من فرجه، فماذا يصنع؟ هذا وسواس، عليه أنه إذا تبول أو قضى حاجته يستنجي أو يستجمر وينشف المخرج ثم يستنجي بالماء ثم يتوضأ ويصلي، ولا يلتفت إلى الوساوس، حصل نقطة ما حصل نقطة حصل كذا، هذه وساوس لا يلتفت إليها. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: الموظف الذي يخرج من عمله لقضاء بعض أغراضه ومصالحه الخاصة أحيانا يخرج بإذن من مسؤوله المباشر، وأحيانا يخرج بدون إذن من مسؤوله المباشر، فكيف يتخلص من هذا الإثم؟ الموظف ماخوذ منه وقته للعمل، اشتري منه وقته للعمل والدوام ويأخذ مقابل في هذا، فعليه أن يوفر وقته للعمل ولا يأخذ شيء من الوقت لمصالحه الخاصة أو حاجاته الخاصة إلا عند الضرورة. إذا عرضت له حاجة ضرورية تقتضي أنه يخرج يستأذن من مديره ويخرج. أما إذا كان المسألة ما هي ضرورة وأيضا شيء يداوم عليه كل يوم كل دائما يخرج، هذا لا يجوز. الحاجة ما تدوم، بعض الأحيان تعرض وتزول، ولا يعود نفسه التساهل في العمل. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا لديه فيز تأشيرات للعمالة، باع الفيزة الواحدة للعامل 10,000 ريال وفي كل سنة يجدد لهم 2,000 ريال، فما حكم هذا العمل؟ هذا له نظام، الاستقدام له نظام، والفيز لها نظام تبع وزارة العمل، فلا يجوز له أن يخالف النظام، لا يجوز له يخالف النظام، بل يتقيد بالنظام الذي وضعه ولي الأمر لمصلحة الجميع. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا يقول: إن والده في حياته أقسم ماله بين أبنائه، فأعطى الولد 50,000 والبنت 25,000، وهذه الأموال جعلها كالهبة منه في حياته للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل فعله صحيح؟ نعم، لا بأس بذلك، لأنه عدل بين أولاده، لم يحرم أحدا منهم، وإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين هذا جعله الله سبحانه وتعالى في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
هذه امرأة لديها غنم تقول أثناء حلبها للأغنام شغلتها شاة فغضبت ورمت الشاة بعصات فوقعت على رقبتها من أعلاها فماتت، فهل عليها شيء؟ عليها أن تضمن الشاة لصاحبها، عليها قيمة الشاة لصاحبها، فإن سمح فلا بأس. نعم، جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول والدتي أعطتني مبلغا من زكاتها وهو 1000 ريال على أن أبحث لها عن مساكين فأعطيهم، وأنا محتاج إلى هذا المال، فهل آخذه لنفسي؟ لا، لا تحل زكاة الوالد لولده ولا العكس، ولا زكاة الولد لوالده، حرام، ما تحل لك لأنك ابنها، فعليك أن تدفع النقود.